شكرا شكرا يا سيدي المدير. شكرا حضرتك تطلب غادي ناديو في سنت الكبار على السيدين عبد الكبير الطيشي وسعيد الناعمي يتفضلوا مشكورين. غادي نسلمهم الجائزه ديالهم السيد مدير الموارد البشريه السيد املي يتفضل مشكور. السيد طيشي عبد الكبير تفضل معنا. صورة تذكارية صحة والراحة صورة تذكارية. شرفونا المسابقة الثقافية اللي عندنا ثلاثة ديال الفئات الصغار والكبار والأطر ديالنا ديال المكتب الشريف الأصفار. غادي نعيطوا على كل من السيدين إدريس الصماقي وكريم قرماش عفوا ثلاث نقاط مسابقة ثقافية. نعم المسابقة الثقافية. مرحبا بسي الصماقي ومرحبا بسي كريم هنيئا لكما. غادي نسلمهم الجوائز ديالهم السيد المسؤول عن الاعمال الاجتماعيه السيد نشكره. لان فريق تفضل مشكورا. هنيئا لكما. اذا تصفيقات حرب على اوطر ديال المكتب الشريف ديال الصفار صوره تذكاريه. صحتكم. إذا غادي نمروا للمسابقة الخاصة بلعبات السودوكو. غادي ناديو على السيد عبد المجيد سور تحت تصفيقاتكم. عبد المجيد سور إطار ديال السد الشريف بالفصفاط هنيئا لك. غادي نسلموا الهدية السيد زكريا. غادي نسلموا الهدية ديالو السيد رئيس مصلحة الكهرباء إدريس بعد. إذا تحت تصفيقاتكم سي طيب كيفاش غادي يتم سيستور عبد المجيد إطار أيضا بالمكتب الشريف ديال الصفات هنيئا لك وصورة تذكارية. غادي نمروا الكلمات المتقاطعة باللغة الفرنسية وعن جدارة واستحقاق الأستاذ عبد الإله الشافعي تحت تصفيقاتكم. لك يا أستاذ. غادي نسلم بالنيابة السيد يحيى. إذا غادي نسلم الهدية ديالو السيد يحيى بالنيابة على السيد الشافعي. وغادي نسلم له غادي نسلم له جائزة أو تسلم له جائزة السيدة فاطمة الزهراء بدر. إذا تحت تصفيقاتكم طبعا شكرا. غادي نمر كلمات متقاطعة باللغة العربية وغادي نناديو على السيد رشيد بوعزي. بوعزي تحت تصفيقاتكم. غادي نسلمو الجائزة ديالو سيد مدير موقع سريدة سيد ويليام. لأن تحت تصفيقاتكم طبعا نسلمو الهدية سي رشيد بوعزي. صورة تذكارية.
الطفل محمد زهر الدين فاز بالجائزة الأولى. تفضل تفضل الدكتور الدين طلب منا الجائزة. هذا السيد عيساوي. سيد عيساوي تفضل يا تفضل مشكور. فليبقى معنا السيد عيساوي. صورة تذكارية من طبيعة الحال. طفل اليافعين استفاز معنا يوسف خندوق بالجائزة الأولى في سنة اليافعين، تفضل. هذه تسمى دائما السيد عيساوي. وصورة تذكارية. شكرا. في صنف الكبار هذا هو هذا مستخدم في مثل الشيخ سبحان الله العظيم صوت حفظ الله صوت جميل جدا الله يعطيه صحيحته سي بن عبدية عبد الطيف. سي بن عبدية عبد الطيف هذا في صنف الكبار يتسلمها بالنيابة عليه سي السوري. سي بن عبدية تعثر عليه الحضور نظرا للحالة الصحية شفاء العيد وغادي نشرحوا غادي نسموا الجائزة السيد طيب. إذا تحترحنا بقدركم. وصورة تذكارية. رجاء شوية بيحكم رجاء راح بالنسبة للفائزين لعبة الشطرنج فاز بالجائزة الأولى لعبة العقل فاز بها منعم الرامي تفضل مشكور بكم فنستثمر الجائزة السيد مدير الموارد البشرية السيد أمالي. صورة تذكارية إذا تحاورها في لعبة كرة الطاولة أو رياضة كرة الطاولة إناث فازت معنا جيهان النهيري. جيهان النهيري تفضل مشكورة وتسلمها الجائزة